السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي أولى إعدادي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، يا رب تكونوا كلكم بخير. ان شاء الله النهاردة هنحل أسئلة أول درس في الجغرافيا من كتاب الامتحان نسخة 2024. وقبل ما نبتدي نعمل لايك للفيديو، شير والاشتراك في القناة، ونفعل زر الجرس للكل عشان يوصلكم كل جديد بأمر الله. نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال الأول حبايبي، اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل الآتية: هناك علاقة بين ألوان النجوم وإيه ودرجة حرارتها؟ هناك علاقة بين ألوان النجوم وحرارتها. الرقم 2: أي الظواهر الفضائية الآتية الأصغر في الحجم؟ هو طبعا الشكل رقم ب. أي الظواهر الفضائية الآتية الأصغر في الحجم؟ الشكل رقم ب. رقم 3: تدور الكواكب حول الشمس بفعل الجاذبية في مدارات بيضاوية الشكل. رقم 4: أي من الظواهر الكونية التالية تحتوي على ملايين من النجوم مختلفة الأشكال والأنواع؟ طبعا زي ما احنا شايفين الشكل رقم ألف. رقم 5: أي من ما يلي يعد جسما مضيئا بسبب انعكاس الضوء الساقط عليه؟ الشكل رقم د. رقم 6: تستمد الكواكب الضوء والحرارة من أقرب ايه؟ من أقرب نجم لها. رقم 7: الأجسام المعتمة التي تدور حول الكواكب هي ايه؟ هي الأقمار. رقم 8: تعتبر نقط من الظواهر الكونية التي تظهر في الفضاء على شكل سحابة من الغبار، السدم. رقم 9: تعرف الأجسام الفضائية التي تحترق كليا عند احتكاكها بالغلاف الجوي للأرض بإيه؟ طالما قال لي تحترق كليا هقول الشهب. يتشابهان في مصدرهما ويختلفان في نهايتهما. ينطبق مضمون العبارة السابقة على كل من، بينطبق على مين؟ الشهب والنيازك. يتشابهان في مصدرهما ويختلفان في نهايتهما. السؤال رقم 2: اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب. نخلي بالنا يا حبايبي إن مع التصويب ديت بيبقى عليها نص الدرجة، يعني لو عملت صح أو غلط وما صوبتش العبارة باخد نص الدرجة بس. رقم 1: مجرتنا من النوع البيضاوي. الإجابة خطأ. أمال مجرتنا من النوع إيه؟ من النوع الحلزوني. رقم 2: النجوم أجسام مضيئة ملتهبة ومتوهجة تشع ضوءا وحرارة. الإجابة صحيحة. رقم 3: تظهر النجوم الأشد حرارة في السماء عادة باللون الأزرق. الإجابة صحيحة. رقم 4: يستمد كوكب الأرض ضوء والحرارة من الشمس لأنها أكبر النجوم. هقول له خطأ. لما التصحيح ايه؟ لأنها أقرب النجوم، عشان الشمس هي أقرب نجم وليس أكبر نجم. رقم 5: تتكون النجوم من مواد صلبة. خطأ. أمال النجوم بتتكون من مواد ايه حبيبي؟ مواد غازية. رقم 6: تعد الشمس أحد نجوم مجرة سكة التبانة. الإجابة صحيحة. رقم 7: تدور الكواكب حول الأقمار. الإجابة خطأ. لما يقول لي تدور الكواكب حول الأقمار هقوله غلط. طب تصحيحها ايه؟ هقول له تدور الأقمار حول الكواكب، هو عكسها، تدور الأقمار حول الكواكب. رقم 8: تعد النيازك النوع الوحيد من الأجسام الفضائية التي تصل إلى سطح الأرض. الإجابة صحيحة. السؤال رقم 3: أكتب ما تشير إليه كل عبارة من العبارات الآتية: تجمع كبير من النجوم يظهر في أشكال مختلفة. تجمع كبير من النجوم يظهر في أشكال مختلفة. هقول له المجرة. جسم معتم لا يشع ضوء ولا حرارة ويستمد ضوءه من أقرب نجم له، الكواكب. رقم 3: جسم يدور حول الكوكب ويرتبط معه بفعل الجاذبية، القمر. رقم 4: يعد خط الدفاع الأول عن كوكب الأرض من الأجسام السابحة في الفضاء. يعد مين؟ الغلاف الجوي. يعد خط الدفاع الأول هو مين؟ الغلاف الجوي.
رقم 5، مجموعة هائلة من أجسام غازية تظهر في السماء على شكل سحابة من الغبار. لسه قايلينها، مين اللي على شكل سحابة من الغبار؟ السدم. رقم 6، أجسام فضائية يمكن رؤيتها في السماء على هيئة سهام ضوئية. أول ما يقول لي سهام ضوئية هروح قايلة له إيه؟ الشهب. رقم 7، المسار الذي تدور فيه الكواكب حول النجوم ده مفهوم ايه؟ مدار الكوكب. مفهوم ايه حبايبي؟ مدار الكوكب. السؤال رقم 4، بما تفسر تسمية مجرتنا بالدرب اللبني؟ ليه المجرة بتاعتنا اسمها الدرب اللبني؟ طبعا لانها تشبه اللبن المسكوب، لانها تشبه اللبن المسكوب. رقم 2، بما تفسر اختلاف ألوان النجوم في الفضاء؟ ليه النجوم ألوانها بتبقى مختلفة في الفضاء؟ بسبب اختلاف درجة حرارتها. يبقى ليه؟ بسبب اختلاف درجة حرارتها، فيكون أقلها حرارة لونه أحمر وأكثرها حرارة لونه أزرق. رقم 3، بما تفسر ارتباط الأقمار بالكواكب؟ ايه هو أو ايه السبب اللي بيخلي الأقمار بتكون مرتبطة بالكواكب؟ ترتبط الأقمار بالكواكب بفعل الجاذبية. ترتبط الأقمار بالكواكب بفعل الجاذبية. رقم 4، يبدو لنا القمر مضيئا على الرغم من أنه جسم معتم. ليه القمر بنشوفه منور بالرغم من أن احنا عارفين أنه هو إيه؟ جسم معتم. لأنه يعكس ضوء الشمس الساقط عليه. لأنه يعكس ضوء الشمس الساقط عليه. رقم 5، نشأة السدم. ايه هو سبب نشأة السدم؟ بسبب انفجار النجوم. رقم 6، بما تفسر وصول النيازك الى سطح الارض وعدم وصول الشهب؟ ايه هو السبب ان النيازك بتوصل لسطح الارض بس الشهب ما بتوصلش؟ هقول يا حبايبي الإجابة، لأن النيازك أجسام فضائية مختلفة الحجم، عند احتكاكها بالغلاف الجوي للأرض تحترق جزئيا وما تبقى منها يسقط على سطح الأرض، بينما الشهب أجسام فضائية صغيرة الحجم تحترق كليا عند احتكاكها بالغلاف الجوي. بعد كده نيجي لسؤال، ما النتائج المترتبة على انفجار النجوم؟ ايه هي النتيجة اللي هتترتب على انفجار النجوم؟ ترتب على ذلك تكون السدم. يعني لما النجوم هتنفجر هيترتب على ذلك تكون السدم. يجي يعكسها لي ويقول لي ازاي السدم هتتكون؟ هقول له من انفجار النجوم. يعني لما تجيلي دي اجاوب دي، ولما تجيلي التانية اجاوب دي. يعني لما اقول انفجار النجوم هقول عشان تكون السدم، هيقول لي طب تكون السدم، هقول له انفجار النجوم. رقم 2، ما النتائج المترتبة على احتكاك الاجسام الفضائية بالغلاف الجوي للارض؟ ترتب على ذلك ارتفاع درجة حرارتها فتحترق جزئيا وتتحول أجزاء منها إلى شهب، وما يتبقى منها دون احتراق يسقط على سطح الأرض وهو ما يعرف بالنيازك، أو تحترق كليا وتبدو على هيئة سهام ضوئية نراها تجري في السماء وهو ما يعرف بالشهب. السؤال رقم 6، قارن بين النجوم والكواكب. النجوم هقول أجسام كبيرة الحجم، 2 تشع ضوء وحرارة، 3 تتكون من مواد غازية، 4 مثل نجم الشمس. طيب الكواكب؟ الكواكب هقول رقم 1، أجسام صغيرة نسبيا أي أصغر من النجوم، 2 معتمة لا تشع ضوء ولا حرارة بل تستمد ضوءها وحرارتها من أقرب نجم تدور حوله، رقم 3 تتكون بعضها من مواد صخرية والبعض الآخر من مواد غازية، رقم 4 هقول مثل كوكب الأرض. وكده قارنا بين النجوم والكواكب. رقم 7، ما الفرق بين الشهب والنيازك؟ الشهب هي أجسام فضائية صلبة صغيرة الحجم، عند احتكاكها بالغلاف الجوي للأرض ترتفع درجة حرارتها وتحترق كليا مكونة سهاما ضوئيا نراها تجري في السماء. أما النيازك هي أجسام فضائية صلبة مختلفة الحجم، عند احتكاكها بالغلاف الجوي للأرض ترتفع درجة حرارتها وتحترق جزئيا وما يتبقى منها يسقط على سطح الأرض. كمان هقوله أنه يعتبر النيزك النوع الوحيد من الأجسام الفضائية الذي يصل إلى سطح الأرض.
رقم 8 المجرات عبارة عن تجمعات كبيرة من النجوم مختلفة الأحجام والأشكال والأنواع. في ضوء هذه العبارة أجب عما يأتي. صنف المجرات حسب الشكل. عايزني أصنف المجرات على حسب إيه؟ الشكل. هقوله إن أنا عندي 3 أنواع: مجرة حلزونية ومجرة بيضاوية. ومجرة إيه حبيبي؟ بيضاوية. ومجرة غير منتظمة. ومجرة غير منتظمة. رقم 2، لماذا سميت مجرة سكة التبانة بهذا الاسم؟ او معنى اخر، ليه المجرة بتاعتنا بيطلق عليها سكة التبانة؟ يبقى ليه؟ هقوله لانها تشبه التبن المتساقط في الطريق. لانها تشبه التبن المتساقط في الطريق. رقم 9، اختر الاجابة الصحيحة من بين البدائل الاتية: أكثر الظواهر الكونية انتشارا في الجزء المظلل باللون الأصفر. اللون الأصفر ده بالشكل المقابل هقول له هي النجوم. رقم 2، أي من ما يلي يعد دليلا على نهاية أحد الظواهر الكونية المتوهجة؟ هقول له السدم. رقم 3، أي من الظواهر الكونية الآتية تستفيد من دوره في وصول الضوء إلى الأرض رغم أنه جسم معتم؟ هقول له مين؟ القمر طبعا. رقم 4، العامل المشترك بين كل من الشهب والنيازك؟ هقول له التكوين، الاثنين بيشتركوا في التكوين. رقم 5، يستطيع الغلاف الجوي للأرض الحد من أثر النيازك المدمرة وليس من منعها، وذلك بسبب إيه؟ كبر حجمها. السؤال رقم 10، تأمل الشكل الذي أمامك ثم أجب عما يلي. السؤال رقم 10، تأمل الشكل الذي أمامك ثم أجب عما يلي. زي ما احنا شايفين قدامنا الشكل المقابل، هقول يستمد الجسم رقم 3 ضوءه من الجسم رقم 1، يدور الجسم رقم 2 حول الجسم رقم 1، يدور الجسم رقم 2 حول الجسم رقم 1. يعتبر الجسم رقم ايه؟ كوكب. هقول له رقم 2 يعتبر كوكب. يمثل الجسم رقم 3 نقط وهو يدور حول الجسم رقم 2. الجسم رقم 3 اللي هو مين؟ القمر، وهو يدور حول الجسم رقم 2. السؤال رقم 11، دلل جغرافيا على صحة العبارة التالية: يعد الغلاف الجوي درعا واقيا للأرض حيث تحترق الشهب كليا عند احتكاكها بالغلاف الجوي للأرض فتتلاشى نهائيا، وتحترق النيازك جزئيا عند احتكاكها بالغلاف الجوي للأرض، وبالتالي تقلل من مخاطر سقوطها على سطح الأرض. السؤال رقم 12، أي الأشكال الآتية تمثل العلاقة الصحيحة بين الشمس والأرض والقمر، موضحا سبب اختيارك وسبب استبعاد باقي الأشكال؟ الشكل رقم 2 يمثل العلاقة الصحيحة بين الشمس والأرض والقمر، وذلك لأن كوكب الأرض يدور حول الشمس في مدارات محددة والقمر يدور حول كوكب الأرض. تم استبعاد شكل رقم 1 لأن الشمس لا تدور حول الأرض، كما تم استبعاد شكل رقم 3 لأن الشمس والأرض لا يدوران حول القمر. وبكده حبايبي نكون انتهينا من حل أسئلة درسنا النهاردة. أتمنى أن الفيديو يا رب يكون دخل عليكم بالفهم والنفع والسهولة واليسر، وأتمنى لكم مزيدا من النجاح والتفوق والفلاح. ولو استفدت من الفيديو اضغط لايك وشير والاشتراك في القناة وفعل زر الجرس للكل عشان يوصلك كل جديد بأمر الله. وألقاكم في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.